السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام. في هذا الفيديو إخواني وأخواتي سنتحدث عن نعمة الاستغفار. نعمة الاستغفار، هذه النعمة العظيمة جدا. لكن قبل البدء لا تنسوا إخواني تشتركوا معنا في القناة وتنشروا الرابط بين الأسرة والعائلة، فإن هذا يدفعنا لتقديم المزيد والمزيد إن شاء الله تعالى. إخواني الكرام، إن من أعظم ومن أجل النعم التي أنعم الله عز وجل علينا بها هي نعمة الاستغفار. الاستغفار، نخطئ ونذنب وتذيق بنا الدنيا، ثم نعود إلى الله عز وجل ونرجع إلى الله عز وجل، نطلب منه العفو ونطلب منه الصفح ونطلب منه المغفرة، فنجد بعد هذا الاستغفار نجد الأمن ونجد الهدوء ونجد السكينة والطمأنينة والرزق والراحة والشفاء والتوفيق والسعادة. فيا أخي ويا أختي، كلما أذنبت تب ثم جدد نيتك وتوضأ لتسقط ذنوبك مع قطرات الماء، وبعد ذلك افتح مصحفك لينشرح صدرك، اقرأ ورتل بحب وشغف، فكلام الله عز وجل شفاء وراحة. وتذكر أخي الكريم أختي الكريمة أن من عاش مع القرآن فسينير دربه وستضيء حياته بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.